دكتور في الاول ايه هو الشابو؟ يعني ايه هي المخدرات المخلقه وايه هو الشابو بالذات؟ يعني بيخلق ازاي يعني؟ يعني احنا متعودين على بنسمع عن الحشيش والبانجو والهيروين والكوكايين والافيون والكلام ده كله، ودي كلها معظمها مزروعات يعني زراعات طبعاً. الشابو طبعاً. ده ايه بقى؟ احنا عندنا الشابو الحقيقه مخدر تخليقي من مجموعه من المواد الكيميائيه، وهو يمكن التاثير بتاعه هو تاثير منشط، هو يعتبر ميتا امفيتامين، ويعني بيزود يعني العدوان بشكل قوي. والحقيقه ان هو في البدايه بيبتدي ان هو يزود معدلات الدوبامين في جسم الفرد، فبيشعر بلذه وبيشعر بسعاده، وبعد كده بيحصل انخفاض مفاجئ في الدوبامين وسريع جدا، بيخلي الشخص بيدخل في حاله من اكتئاب وعزله. والحقيقه ان من اكثر صفات هذا المخدر ان هو بيخلي الشخص يدمن بسرعه بشكل كبير جدا. يعني المخدرات يعني الطبيعيه المتعارف عليها الفرد بياخد فتره شويه علشان يدخل في مراحل الادمان، بدايه من التجربه للتعاطي للادمان، لكن هنا هذا المخدر بيدخلنا على طول الحقيقه بشكل سريع جدا في الادمان. هو بيقعد في الجسم لمده ساعات، وبعد لما بيختفي تاثيره من الجسم بيصبح الفرد اسير لهذا المخدر. هو ما عندوش اي هدف في الحياه الا ان هو يحصل على هذا المخدر، سواء على جثث الاسره، على جثث الاخرين، ولكن الهدف الاساسي الحصول على هذا المخدر. هل هو منتشر ولا لا؟ انا عايز اقول لحضرتك احنا جالنا حوالي 116,000 مريض ادمان استفادوا من الخدمه في اول 10 شهور هذا العام. تقريبا حوالي 16% منهم عندهم مشاكل مع المخدرات الصناعيه. ده رقم كبير على فكره، مش قليل طبعا، وده رقم كبير. ده كمان انا بتكلم على اللي جم لحضرتك او اللي جم للصندوق، احنا عندنا ناس ثانيه ما نعرفهمش وما جوش للصندوق ومش شايفين ان هم عايزين يتعالجوا اصلا، يعني اكيد اضعاف هذا الرقم. متفق مع حضرتك، دول اللي جم وعايزين يتعالجوا، يعني حوالي احنا بنتكلم حوالي 16 او 17% تقريبا من النسبه الاجماليه من 116,000 مريض ادمان. وده بيقلقنا جدا. احنا صحيح دلوقتي احنا عندنا يعني الحشيش هو رقم واحد في الانواع المواد المخدره المنتشره، يليه الهيروين ثم الترامادول، ودلوقتي بقى مشكله المخدرات التخليقيه والصناعيه احتلت المرتبه الرابعه.